مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير الشوربة، شوربة العدس على الطريقة العراقية. طريقة كتير سهلة وإن شاء الله بتنال إعجابكم. لنبلش مع بعض. بسم الله. حطيت حوالي 5 معالق طعام زيت نباتي، بضيف عليهم بصل صغيرة شرائح بهيدا الشكل. بس يحمل زيت بقلي البصل، بس قلت البصل بهيدا الشكل. هلا بضيف كوبين من العدس، بضيف العدس حرك العدس والبصل مع بعض. هذه الطريقة بتخلي العدس يستوي أسرع عشان الزيت بيغطي العدس منيح. ضيف مي مغلي. الله، هذا الكوب اللي استعملته للعدس كمان. حطيت كوب ونص مي مغلي. غطي الطنجرة وبتركهم يغلوا لتنشف شوي المي على العدس. بعد حوالي 2 دقيقة بس صارت عنا المي على العدس بهيدا الشكل. هلأ بنكفي الطريقة أنا وياكم شايفين. ما نشفت كتير المي، تنتبهوا لهيدي المرحلة منيحة عشان ما تنشف المي واحترق العدس عنا. هلأ نضيف ملعقة صغيرة كركم، عقدة صفراء، ملعقة صغيرة كمون، نص ملعقة صغيرة تقريبا بهار كاري. كمان برجع بضيف مي مغلي، كوب، 2، 3. أربع أكواب ونص مي مغلي حطيت. هلأ بضيف مكعب ماجي، وإذا متوفر عندكم مرقة دجاج حطوا أفضل، وإذا ما متوفر عندكم الاثنين ما بيأثر بمي. ضيف مكعب ماجي، ملح شي بسيط، كمان شعيرية هالقد شي بسيط. بغطي الطنجرة بهيدا الشكل عشان ما يفور عنا العدس، وبخفف الغاز على 4. عندي الغاز درجة الحرارة أعلى شي 6، أنا بحطه على 4، بتركهم يغلوا عمهل. رح ضيف كمان ملعقة صغيرة سمنة، أنا بحب نكهة السمنة للشوربة، هيدي النكهة اختياري، إذا أنتو بدكم بتضيفوها. بعد مرور حوالي ربع ساعة صار عنا العدس بهيدا الشكل، استوت عنا الشوربة وصارت بهيدا الشكل. أكيد نوعية عدس عند عدس بتختلف حسب نوعية العدس. هيدا العدس اللي عندي بيستوي بطريقة كتير سريعة. هيدا الشكل النهائي، نطفي الغاز وصارت جاهزة للتقديم. هيدي الشوربة العراقية اللي عملتها أنا وياكم، بتمنى أكون قدمتها بطريقة صحيحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.